هذا بيستخلص. نعم، يعني ربطاً بين السؤال هذا والخاتمة بالنسبة لما تحدثت فيه سابقاً، بأنه يعني الاستقرار السياسي يؤدي في النهاية إلى نتائج اقتصادية يمكن أن يعني تنكب الحكومات على إنجاز على المستوى الاقتصادي، ولذلك الديمقراطية الراسخة هي العبور، هي الجسر إلى التنمية وإلى النمو الاقتصادي، وهذا ما حدث في تركيا. وبالتالي يعني تجربتنا رغم أنها ركزت على الجانب السياسي، ولكن الجانب الاقتصادي كان متعثرا، لأنه عدم الاستقرار، عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، محاولات إجهاض المسار الديمقراطي، لا يمكن في هذا المناخ المتوتر والمتشنج أن يكون هناك يعني تنمية اقتصادية. جيدا أن الدكتور رئيس الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي كان يناشد من أجل هدنة 6 أشهر فقط، كان يطالب 6 أشهر هدنة من أجل إنجاز على المستوى الاقتصادي، ومع ذلك لم تعطى هذه الهدنة. الآن الانقلاب قائم والهدنة يعني ممتدة مفتوحة، يعني ينجز، ومع ذلك لم ينجز، وهذه مرحلة تاريخية. إذن الاستقرار السياسي، الديمقراطية هي التي تؤدي إلى التنمية الاقتصادية وإلى الخروج من الأزمات المالية والاجتماعية. لماذا ليس هناك يعني دعم من الشركاء الأوروبيين؟ لماذا هناك يعني رفض للدعم من الصندوق النقد الدولي؟ لأنه عدم وجود استقرار سياسي. أنت تمثل 8% في الانتخابات الأخيرة، كيف يمكن أن تمثل شعبا بهكذا يعني، وتقف أمام المؤسسات المالية لتطلب القروض ولتطلب الدعم الاقتصادي؟ هذه التجربة، هذه مرحلة تاريخية نمر بها، علينا بالصبر، والجميع سوف يدرك من خلال المقارنة بين تجربتنا الماضية الديمقراطية في المسار الديمقراطي وتجربتنا الحالية، سوف يقارن وسوف ندرك جيدا الفرق. وهذا بدأ الآن، يعني في أقل من 2 هناك أحزاب بدأت تأخذ مسافة من الانقلاب، هناك شخصيات كانت داعمة وكانت يعني تصوغ دستور قيس سعيد، هي الآن تأخذ مسافة من هذا المسار. التيار الديمقراطي الذي كان يدعو إلى الانقلاب ودخول الجيش، يعني إلى تدخل الجيش في السياسة، هو الآن يقوم بمراجعات ومواقف التيار الديمقراطي، يعني قال إن أولوياته هي إسقاط الانقلاب. نعم، يقول بأنه أخطأ في مواقفه. إذن علينا بالصبر، وهذه المرحلة التاريخية سوف تمر، ونحن في مسار تاريخي إن شاء الله ستعود إلى المسار الديمقراطي. نعم، وجميع سواء كانت نخب أو سواء كانت عموم الشعب سوف يدرك من خلال المقارنة بين التجربة الديمقراطية وتجربة الانقلاب، سوف يدرك أننا لم نكن في عشرية سوداء، وإنما كنا في عشرية الحريات وعشرية الديمقراطية ينقصها التنمية الاقتصادية، وهذا بالإمكان إنجازه في ظل الشرعية. إذا كانت هناك مواقف ضد الحزب الحاكم أو ضد الترويكا أو ضد الحكومة أو ضد النقطة الحاكمة أو الطبقة السياسية، بالإمكان معالجة كل ذلك في إطار الشرعية وفي إطار شكرا جزيلا سيد علي وفي إطار المسار الديمقراطي.